عليكم. واش خوتي نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا تلقونا اليوم كنا نضربوا شي دوره، بدلوا شويه الروتين، نمشيو نشوفوا فالنسيا اليوم ان شاء الله، نمشيو نضربوا شي تركيله. بالنسبه للجمعيه غندوزوا من حداها. كتخرج كتلقى الدنيا عالم اخر هنايا مدينه، ولكن شويه ممله هذه. نحاولوا ندخلوا لداخل نغرقوا شويه. وتقريبا اكبر زردانه في فالنسيا هي هادشي، كبيره بزاف ولكن واعره. قنطره دايزه من هنايا. الحراق اللي تيجيو تيكونوا بنهار، تلقاهم هنا في هاد الجريده هادي، ولكن طبيعه الحال تيخافوا من البوليس، ولكن بنهار تيهبطوا لهاد الجرده هادي يتكاو فيها شويه. بقى هكاك الجرده واعره بزاف. اول نهار جيت لفالنسيا دخلت ليها ريحت ارتاحت شويه، ارتحت الرويس. هادي هي البلاصه اللي فيها الكاي، ها هي هذا هو الباب، ها هي الدار. بوم هاد البلاصه هادي هي فين جيت اول مره، بس عطاوني ديك السكنه. هنا تتكون عامرة أكثريا، ولكن في الصباح الصباح تيكون بنادم هاديك التمنية وهادي تتكون عامرة. أول الباب ديالهم هو هدا، كتمشي تما تيخرجو عندك وداكشي تيقادوك الأمور اللي بغيتي. هادي هي البلاصة اللي جيت ليها، شحال من واحد سولني هاهي كي دايرة. كيفما شتو هدا هو الشارع، راه فيها هادشي داكشي مخرب مقابل معاه. هاد البلاصة هادي تيقولو لها الكاي، هادو هما اللي كيعيطو ليهم باش كيقولوا لهم واش غيحولونا ولا ما غاديش يحولونا من ديك البلاصه اللي حنا فيها. دونك حنا كنتسناهم غير باش يعيطوا لهم ويقولوا لهم حولوهم ولا شي حاجه. هما خلاونا تما دابا هاد الساعه، ما علينا ماشي مشكل. المهم واكلين شاربين ناعسين الحميدين الشاكرين. شي واحد البلاصه فيها واحد البنايات ناضين بزاف، داكشي منقوص. شنقول لكم واحد الدراجه، يا سلام هاي حلاوة والله حتى الحلاوة. كتحس براسك راه انت في اوروبا. التعوانة عندهم ناضية. ايه هادشي كانوا مطرقين علينا شحال هاديك، راه خرجنا درنا شي لعيبات. المهم تقريبا هادي أول دورة عندي هنايا كنشوف هاد العالم هذا، غير في زعما في فالنسيا، ما تسركلت شوية في مورسيا في مالاكا، ولكن هنايا الدعوة أحسن. والله إلا المدينة عندهم أنا زايدة. كما كتشوفوا محلات عامره بهم بلاصه ماشي شي حاجه، ولكن حاجه وحده اللي من الصباح انا كنقلب عليها اللي هي صارت التعبئة. التعبئة ما كاين دابا، حنا غاديين باش نضربوا شي تعبئة ما لقيناش. يا 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 قاطعين في الدور الحمر ماشي مشكل، مغاربه بطبيعه. دابا 45 عندهم هنايا بنادم وقيلاتي يخرج من الخدمه مع هاد الوقيته، مي بدات تتعمر هنا. دوز من هنا دوز من هنا. والله الا جينا حارقين وعمشيو عاوتاني حارقين في المترو، الله يدير شي تاويل بخير وصافي. غادي نمسرك لهنا على مولانا وصافي. حتى البلاصه اللي ركب منا ما عرفتش فين هي. يا سلام يا سلام، كليب سير ودي سير 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 كليب ديال غادي بوحدي خالق. الدراري اللي كانوا معايا مشاو واحد الجرده ما بغيتش نمشي نريح تما، هي الجرده اللي كنت وريتكم قبيله تريحوا فيها اللي مقود عليهم. واش ديروا الجريده المناسبه، وحنا كنا نضربوا شي دور هنا. كيما كتشوفوا راه داكشي عندهم ناضي، واحده ما حالي هادشي. المهم ديال العيالات، شوفوا شي لعيبه ديال الدراري ونحاولوا
ندخلو غير كاين طبيعة الحال ما غنشري والو ديروها في يد مولاي هيا زهرة كاينين كاينين لي مارك هنايا شغل العاقة عندك العاقة مرحبا ما عندكش شي مرحبا واحد السبع مريح الفوق ايوا بلاصة عامرة عندك ولكن جبت التليفون تا خويا يا ودي خصنا نضربو شي حليقة في الماء شحال هادي ما حسن المهم ما كتلقاش مشكل مع بوليس في الخروج لبس مزيان خل سوق راسك ما تدابز مع حد ما تسرق حد ما تدير بنادم تعيش مرتاح وتعيش هاني ديك اللعيبه ديال غير يرجعوا للمغرب ولا هادي ولا لا يرجعوا للمهاجرين تقدر تكون ولكن واحد داخل سوق راسو لابس مزيان وهذاك ما كاين لاش يرجعوا حاجه طبيعيه اما لك انت تسرقوا هادي راه طبيعه الحال غير والله الا غادي نورمال انت انتوما الفرنسي جات والله الا الدعوه عندهم هنا امريكا امريكا لا اللي ما كادونا نجربو ندخلو ليها هادي ويلي ويلي شتي سبع رخيص هادي شتي سبع الحمص كامل هاي الله يلا سبع طير حمص كامل شنو دابا ندخل لهاد الميركادونا كاينش كيبيعو خير وندخلو هنا هادي البنات دخلت واحد الطبقة فيها هادي التيشيرت شوف او ماي جاد واو ضربو لكم على هادي 235 يا الهي لقد وقعنا في الفحم الله يلا هادشي غير نشوفو هاد الصويب او ماي شوف 35 او صاك 35 135 من 35 كاين رخا كاين بصح دابا البلان فينا هو هي ما تنهضرش اللغه الاسبانيه الفصحى ولكن لا جاوب فاليا ما عندنا ما نديروها نبقاو نشتو عليهم شويه ديال لونغلي ديالنا والعالم فرونسي نهضرو معاهم باش نسخر الله ونوصل للكره ولكن هاد الجهه هادي غادي للبنات والله الا هادشي عندهم غالي وحق راس ولكن كاينين غير لي مارك دي مارك لي مارك بغيتي تشري ماركات كتجي لهاد البلاصه فيها غير لي مارك والله الا وحلت هنا هادشي غير اختي سروال داير 100 اورو مال هادشي تلبسو هادشي بيه الحفل 100 اورو طلع حيد من هنا نطلعهم بكل البلاصة شو الزمع هو كبير كبير ويلي انشو اللي بغي يسير مو تغا اما اما كرافاطة باش دير كرافاطة في عنقك 26 اورو ولكن راه فنين هادي راه ديال الفقعة 26 صحاب العلاقة ما شحال دابا شو اللي يشاهد انا جاي معايا ولا ما جاش معايا ما شو جاي معايا ولا لا ولا شي يديرو له والله لا شابو هذا ديال الحوت هذا ديال صحاب الحوت هذا لا بغيتي تشي تصيد بلاتي نشوفو شحال الثمن ديال ولا لا ولا لا 82 اورو البلاصه اللي طلعنا لها بالغلط ماشي ديال الدراري بطبيعة الحال كامل البنات كاين واحد الخط حل كل واحد داير محل ديالو دابا وصلنا لداكشي ديال التريف السلاح راه السلاحات هما هادشي ديال التريف الصيد العالم الرياضي انا الحلاوة ديال التريف فيها معشاق موس العالم بالغشا ديالها ولكن 7 اورو عندك عاوتاني هادو تا هما 7 اورو داكشي حديد المهم التريف هادشي ما خدامش هاد الكاس لي زوين هاهو واعر داير شي 3 اورو 50 ها البوصلة هاهي لقينا البوصلة ولكن ماشي هي هادي بطبيعة الحال هي بحال هكا ولكن ماشي هي هادي هادي شكل اخر والله الا اختها 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 ها السان انا السكاير ديال التريك شوفو شي بريكالا تاع الشواية هنايا ما الا الشواية ها انت 4000 اورو واو شوية يا خوتي والله الا شوية والله الا بغينا نشوفو شي بريك على زوينة تاع بغيتي زوين خسر فلوس لا فيها شريها خونا المهم عندهم هاد البلايص هادو غير ديال لي مارك شوية فيهم بغيتي تقدا شي حاجة على قد الحال غتمشي لداكشي اللي على قد الحال
قعدنا متر من تما خرجنا خلاص. هذه منقوصه اكثر من القايه كتشوفوا كل شيء منقوص فيها واعره. انا الزرافه عندهم شي حوانت مش نقول لكم حانوت داير فيه تبيع داكشي ديال الحلوه وفوشار داك التخربيق والحانوت نقول لكم تيضوي والله الا تيضوي. دخل لي الدوخ تقول ما شحال يقول لي ومخد كتلقى مخدم فيه واحد ولا زوج فيه سلام الله كيفاش كيخلصوا الله اعلم. دابا خصنا نطلعوا فحالنا حيت الماكله غادا تتحط مع الثمانيه ولما كنتي تسمع ما غادي تتعشى. والله ما نشوف حالنا بكري ضربنا التركيله هنايا بما فيه وماشي شي تركيله ولكن تركلنا بدلنا شويه الجو مقارنه مع داك الحجر اللي كنا مريحين فيه ونبدلو شويه الروتين. المهم نحاولوا ان شاء الله نبدلو ماتيريال. وهذه دابا راه حنا خدامينها بالتليفون داكشي على شويه ديال الديكالاج اما ملي نقادو امور ان شاء الله اولي داكشي هو هذاك نحطو داكشي ان شاء الله في الوقت. لقد تمت المهمه بنجاح رجعنا هاتي هبطنا لقينا لي كونترول تحت ما لقيناهمش فوق ولقيناهم لتحت. ايوا جاب الله تيسير وجينا فحالنا ها في كت البلاصه. اول مره فاش جيت كنت في ديك البلاصه تما نيميرو 4 وحولونا القدام البلاصه اللي حنا فيها. شنقول لكم فيها غير الناس اللي لاباس عليهم على ما بان لهم حيت فيها اكثريه غير الفيلات هذا الحديد حي مو بلاصه نقيه كان. ولكن الخايبه فيها هي ما كاينش حتى شي حانوت هنايا ما لقينا حتى شي حانوت ولكن ماشي مشكل هما كما كتشوفوا الضيوف كي دايرين داكشي اللوكس. كاينه بيسينا تاع واحد الكرافانه هي التركيل عندي التركيل عندي البلاصه اللي حنا فيها وصلنا ليها. المهم خوتي كانت هذه هي لافان فيديو نتمنى يعجبكم الفيديو واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندي في لاشين ويفعل الجرس باش يوصلو جديد ويدير لايك للفيديو. وي حبايبنا معنا السيد تا هو ضربت فينا صافا بصحتنا ضربنا واحد التحليقه. المهم غدا ان شاء الله غادي يكون فيديو جديد نمشيو نقلبوا على الخدمه ان شاء الله باذن الله. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو نتلاقاو في فيديو جديد اللي حتى شي حاجه خليها لي في انستغرام غنجاوبو عليها خليها لكم تحت في صندوق الوصف. نتلاقاو في فيديو جديد صافي.